يحاول الغرب بقيادة الولايات المتحدة الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا عبر التشويش على مبيعات النفط التي تشكل نصف الميزانية في روسيا. وفي محاولة لممارسة ضغط أكبر، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عدم تسريع وتيرة شراء النفط الروسي. لم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالامتناع عن شراء النفط الروسي، وهو مصدر توتر مع الولايات المتحدة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نيودلهي ستبقى رغم الضغوط الأمريكية محافظة على حيادها في هذه الأزمة وعلى مصالحها الحيوية، حفاظاً على ضمان مصادرها من الطاقة لا سيما الروسية منها. واشترت الهند 13 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، بعد أن اجتذبتها التخفيضات الكبيرة في سعر النفط الروسي في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله بحسب البيانات المتداولة. ولم يتمكن قادة تحالف كواد الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا إلى جانب الهند في مطلع مارس الماضي من إقناع شريكهم الرابع رئيس الوزراء الهندي بدعم موقفهم من الأزمة الأوكرانية وبفرضهم العقوبات على روسيا.